ايه رأيكم نروح ناخد شوية طاقة إيجابية من نجومنا أصحاب الذهبيات؟ تعالوا نروح لأبطالنا في باريس، بعثة مصر البارالمبية اللي شرفتنا، وعندنا 2 حصلوا على ذهبيتي رفع الأثقال في 55 كيلوغرام و59 كيلوغرام، محمد المنياوي ورحاب رضوان. برحب معايا من باريس عضو اللجنة البارالمبية المصرية الأستاذ محمد يحيى. أستاذ محمد صباح الخيرات، ألف ألف صباح مبروك. الفل عليك يا هبة، والله يبارك فيكي، والله وصباح الخير على كل مشاهدين ام سي. يعني كنتوا متوقعين الميداليات؟ الحمد لله كنا متوقعين الميداليات ومتوقعين من اول يوم، يمكن هي اتاخرت شويه الفرحه بتاعتنا صحيح. بسبب ان الظروف، ان رفع الاثقال دايما بتلعب في الاخر، لكن احنا كنا واثقين. طبعا كان في ضغوط في الاول ان الميداليات اتاخرت والناس كانت زعلانه والناس كانت متضايقه، لكن الحمد لله في الاخر احنا كنا عارفين مين اللي هيقدر يجيب ميداليات، وعارفين ان شاء الله الفتره اللي جايه كمان في ميداليات، اليومين اللي ممكن يبقى النهارده في ميداليات ان شاء الله، وبكره ايضا كمان عندنا كمان ابطال كتير كانوا على قرب جدا من انهم تحقيق ميداليه، زي سلمى علي في البارا تايكوندو اللي تعدت في مباراه الثالث والرابع واتعدت في الدقيقه الاخيره يعني، وبعد كده بعد ما تعدلت الحكم احتسب تقديريا ليه ان بطله جورجيا اللي قصادها اللي كانت لعبها هي اللي فازت باخطاء برضو تحكيميه، يعني شويه اخطاء تحكيميه ابعدتنا عن ميداليه برونزيه كنا ممكن نجيبها. نفس الامر كان كريم عبد التواب في العاب القوى، كان يعني عايز اقول لك ان هو طلع السابع في السباق بتاعه، الفرق بينه وبين الاول صاحب الميداليه الذهب اجزاء من الثانيه، اجزاء من الثانيه في العدو، فدي كانت حاجه. هو الولد حتى مصدوم، كان اول مره يشوف جمهور، كان في معاه بطل فرنسا بيلعب المدرجات كلها كانت مليانه، الاولاد مش كانوش واخدين على كده، خاصه ان هي اول مره يطلعوا. عايز اقول لحضرتك ان 50% او 55% من البعثه اول مره يشاركوا في دوره بارالمبيه اصلا، بس كابتن محمد، فبالنسبه مش لنا دي كانت بتبقى عنوان مثلا الثوره دي. في اعداد الموسم بتاعنا بيبقى فيه العديد من البطولات الافريقيه والبطولات العالميه، فهم كده كده بيشوفوا جمهور وبيحتكوا وبيعيشوا الاجواء برضو، ربما يكون هناك الكثافه بتاعت الجماهير اكتر. الاولمبيات حاجه واي بطوله تانيه حاجه تانيه، اكيد. ده احساس مختلف تماما تماما. لما الدوله كلها تبقى موجوده الناس كلها بتقف، الناس كلها بتشجع، اكبر محفل رياضي على مستوى العالم دايما بيبقى الاولمبيات، بيقام كل 4 سنين كده، فده بيبقى حدث ما بعده حدث زي ما بيقولوا. الفكره كمان ان ورهبة كمان يعني. بالظبط، ودول اول مره يشاركوا اصلا في اولمبيات، يعني هو حتى لو شارك في بطوله عالم فشارك في بطوله العالم واحده او اتنين، فشاف القصه ما بتبقاش برضو لما يكون بطوله عالم بتاعت العاب قوه حاجه، ولما يكون اولمبياد بيبقى كل الالعاب فالناس كلها بتحاول تخش وبتتفرج، والاوروبيين اللي هو بيتفرج بشكل كبير جدا، وكان بالنسبه له اول مره اشوف عدد دوت من الجماهير موجود، خاصه ان كان معاه بطل فرنسا كمان، فدي كانت مختلفه وشكلها بس مختلف هل انتوا بالنسبه له. صادفتوا اللاعبين اللي بيبقوا مخبيين ارقامهم على مدار الموسم وبعدين بيفاجئونا بيها في الاولمبيك جيمز؟ لا احنا مش متفاجئين، لان احنا عارفين ارقام كل واحد ايه، حافظين. وعارفين ايه ممكن يحقق ازاي، لان احنا بنشوف التدريبات وبنتابع التدريبات وبنتابع كل حاجه، بنتابع نشوف القصه كلها ازاي. عايز اقول لحضرتك ان النجاحات ما كانتش جايه وليدة الصدفه، بالعكس احنا عارفين ان مين هيجيب ميداليات، عارفين ان داخلين امبارح محمد المنياوي الصراحه عمل ماتش اكتر من هايل وحقق اول ذهبيه لمصر، كان فرحان جدا جدا جدا، كان مبسوط ان هو اللي حقق اول ذهبيه، وشايف ان هو يعني اخيرا ربنا كرمه، لان دي اول مشاركه لي في الاولمبياد اصلا محمد طبعا. المنياوي. بعديه جت رحاب رضوان حققت ميداليه ذهب لاول مره تحقق ذهب، قبل كده هي شاركت في دورتين، دوره ريو دي جانيرو ودوره طوكيو، حققت ميداليتين فضيتين فيهم، المره دي اول مره تحقق ذهب، وكانت مبسوطه جدا بتقول اتبسطت ان انا لما رفعت علم مصر تاني موجود بترفع والنشيد الوطني بيتعزف، عشان خاطر هي طلعت الاولى واخده الميداليه الذهبيه، وكانت دي مصادفه معاها ان هي اللي كانت حامله العلم المره دي في دوره اولمبياد باريس 2024، ما احنا فبالتالي اتفقنا انا بالدورة اتبسطت. الأولمبية لما حاملي العلم هم اللي أخدوا الميداليات، فكنا متوقعين رحاب. احنا الحمد لله اتفقنا بيها، واحنا طلعت الحمد لله. عايز اقول لك البعثه كلها يعني مبسوطين جدا جدا، ومدينين ده فرقوا معانا جدا، احنا بقينا ال 41 على مستوى العالم تقريبا، وعلى المستوى العرب الرابع على ما اظن حاجه زي كده، فده فرقوا معانا جدا، لان زي ما حضرتك عارفه ان الميداليات الذهب بتبقى افضل بكثير من 20 ميداليه فضه، لو ميداليه واحده ذهب اكبر بكثير من 20 ميداليه فضه في طبعا طبعا. الترتيب العام والكلام ده كله.
لكن النجاحات ما متوقع مين من بتسقطش. النجوم يعني بدون ما نحط على كاهلهم الكثير من الضغوط ان شاء يعني؟ الله احنا النهارده عندنا ثلاث منافسات، عندنا منافسه كره الطايره بلوز بيلعبوا على مركز الميداليه البرونزيه مع منتخب المانيا النهارده. ماتش صعب. ان شاء الله نحقق ان شاء الله، صعب جدا جدا طبعا، لكن احنا متوسمين خير ان احنا ناخد الميداليه البرونزيه النهارده من المنتخب الالماني، لان ماتش الاولاد عاملين ماتشات هايله جدا، يمكن حظهم وحش كان ممكن يتاهلوا في ماتش افضل من كده. هم لعبوا امبارح يعني منتخب قوي جدا جدا، منتخب ايران اللي هو كان بطل العالم ورقم واحد وفارق معاهم جدا جدا طبعا بشكل كبير قوي، فطبعا اتغلبنا منهم 2-1 3-1 تقريبا، فبالتالي كان الماتش كان صعب جدا حتى عليهم. وايران دي مفيش فرقه لعبتها حتى الان الا ما خدتش منها شوط، احنا الوحيدين يمكن كسبناها شوط موجود امبارح، لكن فلو ما كناش قابلناها وكنا قابلنا فرقه تانية كنت انا شايف ان ممكن نحقق بالنسبه لنا نتيجه افضل من كده ونوصل لميداليه، ان احنا ننافس على ميداليه فضيه او ذهبيه، لكن الحمد لله قدر ما شاء الله. المفروض ان شاء الله هنلعب النهارده على الساعه 4 بتوقيت القاهره مع منتخب المانيا، وان شاء الله تكون ميداليه مهمه بالنسبه لنا. وقلناش مصر عندنا النهارده، كمان عندنا الساعه فاطمة 1 هتلعب النهارده، فاطمة محروس، فاطمه وعندنا كمان محروس محمود الساعه صبري. تلعب الساعه 6 ومحمود صبري هيلعب الساعه 1 ان شاء الله. كلنا امل في ان الاثنين يجيبوا ميداليات، ان خاصه شاء ان الله. الاثنين جابوا ميداليات قبل كده، محمود صبري كان جايب برونزيه في طوكيو، ايوه نفس الامر برضو فاطمه محروس بطله كبيره وحققت كتير من الميداليات وبطوله العالم ونجحت كتير حتى في الاولمبياد بتاعت طوكيو، فبالتالي كان في نجاحات كبيره، احنا عشان كده متوسمين خير في ان نحقق يا رب. ميداليات النهارده ان شاء الله. هتفرق معانا جدا، فرقت جدا معنويا الميداليات امبارح لما الناس خدتها والناس كلها كانت فرحانين. عايز اقول لك كمان كان في بطل كبير جدا 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 يعني اسمه شريف عثمان، كان بيلعب امبارح صحيح هو طلع على المركز لم السابع، يوفق، لكن وقلنا ده له هارد لاك طبعا لكابتن شريف عثمان بالظبط بطل، عايز اقول لك انه ده كان مصاب فتره كبيره جدا، وأصر انه لسه يرجع. بادئ بقاله 3 شهور فقط، بقاله 3 شهور فقط التدريبات، واصر انه يشارك وقال لك انا ما ينفعش ما اكونش موجود، والاول مره انا بشوف دموعه بالشكل دوت، يمكن بيبكي دموع غير عاديه، لانه بقاله حوالي 16 سنه ما نزلش من على منصات التتويج، 16 سنه بيحقق ميداليات بارلمبيه ما نزلش من على منصات التتويج من بكين 2008 كل بقى المنافسات اللي بعديها، بكين وبعد كده جه هو لندن كابتن وبعد شريف كده عثمان بيدخل في اللجنة اللي هي البارالمبية العالمية، مش كده؟ هو، لا هو داخل في انتخابات الانتخابات؟ لجنه شؤون اللاعبين، لجنه شؤون اللاعبين في اللجنه البرلمانيه الدوليه، لكن ده حاجه بخلاف ان هو بطل كبير جدا طبعا جدا. طبعا. امبارح احزننا الصراحه، لكن هو كان مصمم ان هو يشارك ومصمم ان هو يدوس على نفسه حتى لو مش قادر لسه يجيب الثقل بتاعه اللي بيجيبه، لكن الحمد لله ان يعني شاء الله حقق المركز يعوضها، هو السابع بطل ان كبير شاء الله مفيش كلام، يعوضها. وده يحسب له ان هو حتى بيحاول وهو عنده، ما زال عنده اصابه. لما انا بالظبط هو امبارح قال حتى كلمة كنت جميلة بتابع حتى بعض اللقطات ليه، وهو كان بيقول فيها ان هو ما قدرش، ان هو تحامل على نفسه وما قدرش ان هو يرجع يعني، لان هو ما زال في هو الاصابه في قال لي التأهيل. كلمة جميلة، قال لي كلمة جميلة امبارح، قال لي لازم نفهم ولازم نتعلم ان الرياضة منافسة مش مكسب بس، الرياضة لازم يبقى فيها منافسة شريفة او منافسة جميلة وفي تنافس، مش مجرد ان هي مكسب عشان كده كابتن تقدر. محمد، وعدنا انه لما ترجعوا ان شاء الله تشرفونا في الاستوديو، ان شاء الله اكيد وان شاء الله تزيدوا غلة الميداليات بداية من اليوم بإذن الله. إن شاء الله إن شاء فيعني الله بإذن محمد الله. المنياوي يعني لف باريس كلها امبارح بعلم مصر. فان شاء الحمد الله لله. كل ابطالنا ونجومنا يلفوا باريس بعلم مصر بداية من اليوم ان شاء الله، ونزيد كمان غلة الاهداف. اشكرك شكرا جزيلا على وجودك معانا، والف الف مبروك وتحية لكل ابطالنا.